ولكن في مغالطة أن قطر خسرت 220 مليار دولار على يعني هذا الكأس. يعني لا، هذه مغالطة كبيرة. يقولوا بأن المبلغ المخصص لكأس العالم 2022 هو 8 مليار دولار. قضية 220 مليار دولار، 8 مليار دولار بزاف. 220 220 مليار دولار في رؤية يسموها رؤية قطر ل 2030 بدأت في 2008 تزامنا ويعني إعلان قطر على التنظيم، هذه داخلة في الرؤية تاعهم تاع 2030. أما 220 مليار دولار هذا شيء لا يدخل للعقل.